في العقود الأخيرة إحياء مشروع ما قرر الغرب جعله مشتركاً إنسانياً يدخل في صميم منظومة حقوق الإنسان ومنظومة الحريات. وتجددت الضغوط على المجتمع والدولة المغربية لقبوله والاعتراف به، إذ تكونت لذلك تنظيمات متنوعة التخصصات والمطالب معززة بالإعلام والبرامج الترويجية والتعبوية ومراكز الاحتضان وأجهزة الحماية والدفاع وبالدعم الخارجي المالي والسياسي وغيره. وانتشرت الأوكار في المجالات الظاهرة والمخفية، وغزت البنية العمرانية التقليدية والأوساط الشعبية، صاحبتها موجة الاستغلال الجنسي للأطفال، ونشط الإعلام في تلميع عناصر معينة تقدم بصفتها نجوم الحداثة والثورة التحررية. منها استضافة المغربي المسلم الذي اعتنق المسيحية في برامج إعلامية، ومنها متابعة من سموا نشطاء نظموا جلسات الأكل الجماعي في نهار رمضان في الشارع العام، ومنها المثلي الذي خرج في وسط شعبي إسلامي مرتديا ثياب النساء متحديا بمثليته المجتمع الذي اعترضه، بحيث تعرض الذي اعترضه للعقاب والسجن. وآخرون نظموا حملة التقبيل الشبقي أمام البرلمان، وأشبه ذلك كثير من أنشطة تؤطرها شعارات الحرية الفردية، الحريات الفردية بمفهوميها الديني والأخلاقي، وكلها متحدية لقيم المجتمع المسلم وللإسلام وتشريعاته تحديدا. بهذا المعنى يطرح التجديد الثقافي للمغرب كوصفة متكاملة يتوجب عليه تطبيعها ضمن ما يتوجب عليه من تطبيعات كثيرة تساعد على تفجير وحدة المجتمع المغربي وتنمية الصراعات داخله. الثقافة مدخل أساسي للتوحيد أو التمزيق معا، إذ هناك ثقافة موحدة وأخرى تزرع النزاعات والشقاقات، وتحرص الفئات والبنيات الداخلية وتحرض الثقافة مدخل أساسي للتوحيد أو التمزيق، إذ هناك ثقافة موحدة وأخرى تزرع النزاعات والشقاقات وتحرض الفئات والبنيات الداخلية للمجتمع على بعضها، وتندر بجميع الشرور والحروب والمآلات المأساوية، وليس بما نطمح إليه ونؤمله من نقاش واسع يحفر في المعنى وفي المصالح المرسلة والمقاصد كما طرحها علماء كثر بمن فيهم الأصوليون القدماء، ويحفر في المشترك الإنساني والمتجدد في الثقافات وفي مستجدات العصر ومكتسباته. سبق القول بكون المغرب عاش 14 قرناً موحداً في اختلافاته تحت ظل الإسلام وقيمه الإنسانية، متعايشاً مع الديانات والأعراق والثقافات، محترماً لخصوصيات الفئات والأقليات، لا تفسد علاقاته ولا تعكرها عناصر الاختلاف التي تحمل اليوم بعوامل الفرقة والتناحر والشعارات المسمومة التي تستهدم هدم وحدة الشعب المغربي التي بناها بإرادته واختياراته ورسخها عبر العصور. أما مطلب الحرية الدينية والمغرب المتعدد فيقتضي
تغيير واقع المغرب كبلد إسلامي موحد في عقيدته ومجتمعه بتوطين ديانات ومذاهب من اليهود والمسيحيين والبوذيين وغيرهم، مع توسيع تحول المسلمين إلى ديانات ومذاهب، ما يعني التحرش بالدين الإسلامي لتقزيمه وإغراق المجتمع بأعراق وديانات وخلخلة البنية الاجتماعية والتحضير لتفجيرها، سيما بما يحضر من جعل الأمازيغ قومية حامية مستقلين عن العرب بعرقهم الخاص ولغتهم الخاصة ودينهم وتاريخهم وحتى علمهم وتوقيتهم المختلف عن العرب الوافدين، وربط هذه القومية الأمازيغية بإسرائيل وباليهودية والمسيحية وغيرها، رغم إجماع المؤرخين الأقدمين بكون الأمازيغ عرباً ساميين لغتهم العربية، وهم من قام بنشر الإسلام في المغرب وأقطار مترامية كثيرة. السنة الأمازيغية واحدة من قضايا التجديد أو التمزيق الثقافي الاجتماعي الذي يطبخ حالياً لفصل الأمازيغ عن العرب والمسلمين، وابتداع مجموعة عناصر لتبرير الانفصال بابتداع سنتهم الخاصة الأمازيغية لتختلف عن سنة المسلمين الهجرية، وطرح مسألة العرب الغاصبين مرة أخرى وإسلامهم ولغتهم ومجموع ثقافتهم. سنة 1980 بباريس تقرر إحداث سنة أمازيغية، والشروع في الاحتفال بها كان البحث في تاريخ الأمازيغ على أساس امتداد هذا العرق من الهلال الخصيب حتى أفريقيا، وتم استخراج معلومات عن هزيمة شنشق للفرعون العظيم وسيطرته على عرش مصر كي يؤرخ به بداية السنة الأمازيغية، وبقي تقرير متى تبدأ هذه السنة ومتى تنتهي، فتم التفكير في السنة الفلاحية كي تكون هي بداية هذا الاختراع الفرنسي لاستعمار أي السنة الأمازيغية. والحديث عن السنة الفلاحية طويل وأجله لوقت آخر. المشروع الاستعماري واضح معروف متعدد الأبعاد والوصفات والمواصفات والعناصر والشعارات، خبره المغرب والمغاربة وواجهوه بتضحيات جسيمة وانتزعوا الاستقلال لبلادهم من فك السباع والضباع. وعندما يتجدد لا شك ستكون الأجيال الجديدة مستعدة لحماية بلادها من جميع ما يتهددها ثقافياً أو اجتماعياً أو استقراراً وأمناً. القوة الاستعمارية لا تعبت عندما تبني مشروعها عن المشترك الإنساني، بل تضع مخططاً شاملاً للبلوغ به إلى نهايته، بدءاً بعمليات التكوين والتأهيل للشباب والنساء وبنيات المجتمع المدني وغير المدني، وتعبئة كل الوسائل والممكنات للحضور والتوغل في الحواضر والبوادي بالتعاونيات والأرنبة والماعزة وشبه ذلك مما يخضع له المغرب من وسائل الاستقطاب والحشد اليوم. باقي نقاش هام حول المشترك الثقافي العولمي من منظور سوسيولوجي. أظن إذا لم يكن لدي الوقت الكافي. نعم. حقيقة أريد أن أغادر هذا الموضوع عن المشترك الإنساني لأبحث
بعض الشيء. المسألة هذه القيم الجديدة المطروحة علينا وهذا المشترك الإنساني من منظور سوسيولوجي صرف، بصرف النظر عن الدين وعن غيره من المفاهيم الأخرى السياسية الاقتصادية إلى آخره. سأغادر إذن موضوع الثقافة المطروحة على المغرب باعتبارها مشتركا إنسانيا أو لغما اجتماعيا يزرع لتفجير الأمم والشعوب تسهيلا لاستغلالها واستعبادها، وسأتحول لمناقشة جدية ونجاعة هذه الثقافة في كونها المشروع التحرري الحقيقي الرافع للقيم الإنسانية والحضارية، أو المشروع السائب المؤشر على ردة حضارية نحو الحيوانية وقبل بناء وإلى ما قبل بناء الثقافة وإرساء الحضارة وتحديد المشتركات الإنسانية الثابتة. فبصرف النظر عن موقف الدين الإسلامي والمجتمع المغربي أو غيره، سأحاول فحصها كمشروع نهضوي حداثي اجتماعي من حيث نجاعته وعائده الإيجابي أو السلبي على المجتمعات والمجتمع المغربي بشكل خاص. يمكن أن أقف قليلاً عند بعض تفاصيل شعار الحريات الفردية، منها مثل عدم تحريم العلاقات الرضائية، أي تحرير الفعل الجنسي ورفع يد القانون المغربي عن الأفعال الجنسية المحرمة قانونياً ودينياً، وإعفاء الفاعلين من تبعاتها المختلفة وما يترتب عنها من نتائج كثيرة، منها على سبيل المثال حمل غير مرغوب فيه من طرف الفاعلين، أو حمل غير محدد الانتماء والمسؤولية بسبب علاقات متعددة، وكذلك تحرير الخيانة الزوجية والاعتراف بها. بالنسبة للحمل بأنواعه، فإن مشروع منع الحرمان الجنسي وتحرير العلاقات يطرح ضرورة تعزيز ذلك بقانون تعميم وسائل منع الحمل، بالرغم من آثارها على ضمور الخصوبة، خصوبة الرجل والمرأة معا، كذا بقانون تحرير الإجهاض. أما الإجهاض فيتم بطحن الجنين في أي شهر داخل رحم المرأة بآلات معينة وإخراجه مفروماً. هذه العملية الشنيعة غير مسموح للقانون، أي قانون، أن يسميها قتل روح بشرية بطريقة همجية. هذه أولاً. ثانياً، المرأة التي تخضع للإجهاض بهذه الوسائل، الإجهاض الآمن من طرف الطبيب، يمكن أن تسلم الروح بين يدي الطبيب فوق طاولة العملية، وهي عملية غير مسموح للقانون أن يسميها جريمة قتل النساء. ثالثاً، تتعرض الأجهزة التناسلية للمرأة المجهضة لأعطاب بسبب الإجهاض، وقد تتدمر صحتها الجنسية نهائياً، وغير مسموح للقانون أن يلتفت إلى إعطاب النساء. رابعاً، الإجهاض في كل الأحوال يقتضي وضعية صحية وعلاجات ونفقات وحاجيات تتحملها المرأة. كذلك يطالبون بعدم الالتفات لما تتحمله المرأة من مشاكل صحية مالية أو تبعات أخرى. ربما هو انتهى الوقت العرض شيق وطويل، نحتفظ به. شكرا لإنسانكم.